ومن الخير ومن الرزق زيادة على غير هذا الشهر. فهذا الشهر في وسط شهور السنة، هو كيوسف في وسط إخوته الذين أساءوا إليه وظلموه، وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فهذا الشهر كذلك عباد الله، هذا الشهر كأنه يقول للمسلم لا تثريب عليك اليوم يغفر الله عز وجل لك، فيلقي المسلم عن ظهره الأوزار التي حملها طوال السنة.